لم يقرأ فلاديمير بوتين التاريخ جيدا ليعرف الحقيقة السوداء التي تواجهه، والتي تؤكد بأنه لا يمكن لأي نظام بالعالم أن يقمع ثورة شعب ضد الطغاة والمعتدين. فها هي روسيا بعد مرور عام كامل على احتلالها لسوريا تنتفض بوجهها من جديد فئات المجتمع السوري ومؤسساته الثورية في أرجاء البلاد عامة في يوم جمعة أسموها باسم حملتهم التي اتخذت طابعا شعبيا وأشارت للقيصر الجديد بأنه مجرم حرب، فحرقت أعلام نظامه ومزقت صوره داخل البلاد وخارجها في تعبير من الشعب السوري عن غضبه من هذا الاحتلال، والذي وصفه السوريون بأنه احتلال قديم في عصر الحريات، وكأن الثورة السورية قد بدأت اليوم من جديد ضد نظام الأسد وبوتين. روسيا شريكة في قتل الشعب السوري وبوتين مجرم حرب، هي قناعة أكدها السوريون بأنفسهم للعالم، وهي ثورة مستمرة حتى النصر، هو هدف لن يحيد عنه أصحاب أقدم أبجدية على مر العصور.